هاي من الاعلام يا خالد الاعلام وحايم ينزل اهداف دوري 17 فبراير. تكبير 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 تكبير. وانا بصراحه لا يشرفني ان احتك باي شخص لا يحب 17 فبراير ولا يريد ان يطعن او يسب عزوز الرجمه. زميلي فؤاد ديك المجال. نعم في فؤاد جعل موجودين الان في الميدان ايضا حرائق مدينه الزاويه بمرور هذا القدوس ينادون بليبيا وبس. فؤاد الكويت. نعم معلش انت والزميل فؤاد سعيد بالضم ليكم نويله. نعم فتبادلوا ما بينكم الى الميدان لو سمحت. ان شاء الله يلا موفقين يلا ان شاء الله. طبعا اكيد وصول عميد مدينه الزاويه الاستاذ جمال عبد الناصر الحر واكيد الاحتفالات عفويه لا قويه اكيد ممتازه. هذا هو الفرح هذا هو عبق فبراير هذه نسيم وعطر ثوره فبراير اللي اكيد مثل المسك حتى شهدائنا في بنغازي عندما تم لبس قبورهم يقولوا ريحه المسك هذا هو رائحه شهدائنا. حديث لاخونا فواز جعيده ونكملوا معاكم احتفالاتنا وهذه اللمه الرائعه. لضاويه نبني 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 لض